فإن رب العزة يقول وقوله الحق ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. والمعنى كل من سلمت فطرته وقرأ القرآن يعلم يقينا أن القرآن كلام الله منزل من عنده ولا يمكن أن يدخل قلبه من ذلك ريب ولا شك، إذ لا يتأتى لأحد لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لغيرهما أن يأتي بمثل هذا القرآن. هذا القرآن كلام الله، قال الله ذلك الكتاب لا ريب، إن شئت وقفت عليها وقرأت فيه هدى للمتقين، وإن شئت قرأت ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين والأولى أحب إليه. والمقصود أن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب، وبعض أهل العلم يقول إن هذا القول من رب العزة ذلك الكتاب لا ريب هو خبر يتضمن معنى الإنشاء. ومعنى خبر يتضمن معنى الإنشاء أن المعنى لا ترتابوا فيه، ذلك الكتاب لا ترتابوا فيه، والمقصود هذا الكتاب، لكن الله قال ذلك وأتى بلام البعد لا لبعده عن قلوبنا بل لعلو القرآن، بل لعلو القرآن، فالله عز وجل أنزله من علو، وقال وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي، فهو مكتوب في علو، ونزل به ملك عالي الهمة عالي الأمانة على قلب نبي عالي الهمة عالي الأمانة، فكل من دنا من القرآن واقترب يعلو عند الله، كل من دنا من القرآن واقترب يعلو عند الله. وقد قال الأخيار قبلنا إن الله جل وعلا تكفل لكل من قرأ الكتاب وآمن به وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، أخذ العلماء هذا من قول الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى إلى آخر الآيات. فالله عز وجل أنزله في خير ليلة على خير نبي بواسطة خير ملك في خير شهر. فالأمة اليوم يحفها من دساتير الغرب والشرق ما يحفها، وليس لحكامها ولا لعلمائها ولا لأمرائها ولا لعامتها ولا لشيبها ولا لشبابها ولا لرجالها ولا لنسائها ولا لصغارها منجا إلا بالقرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولا يعني القول أبدا أن أحدا يقول تطرح السنة، معاذ الله، القرآن والسنة متلازمان، لكن عندما نقول القرآن فإن القرآن يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلما نتحدث عن القرآن نتحدث عن السنة، عن حديث نبينا صلى الله عليه وسلم لزاما، لأن الله أمرنا بذلك، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والمقصود بيان عظمة القرآن.